السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقناة جروب لا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب. كم تلاقيين اليوم راح يكون سلسلة جديدة والسلسلة اليوم خبر وتعليق. هذه السلسلة أعلنت عنها مرتين وثلاث مرات على حساب الرسمي على إنستغرام. تقول تحب المصف إنستغرام أعلنت عنها وقلت راح أنشر حلقة على اليوتيوب راح تكون جدا ممتازة. السلسلة هي خبر وتعليق. ممكن السلسلة تكون يعني الحلقة تكون قصيرة ولكن هي خبر وتعليق. نتكلم فيها عن خبر واحد، ما بنحل المباراة، ما بنلعب فورتنايت، ما بنلعب فيفا، ما نحتاج وقت طويل. خبر ناخذه بنعلق عليه مثل ما انتم شايفين بصورة الأمامكم. خبر وتعليق، ناخذ الخبر ونعلق عليه. أعطي رأي الشخصي، أعطوني رأيكم الشخصي بالله عليكم تحت بالتعليقات. بس ما أطول لكم مقدمة، أترككم مقطع مشاهد ممتع. والخبر هو ارتداء ونشوف هذه رقم 10، الرقم اللي خذاه رونالدينيو واللي خذاه ميسي واللي خذاه ريفالدو واللي خذاه العديد من اللاعبين. هل هذا الرقم بيستحق انشوفاتي؟ شوفوا يا جماعة الآن ميسي لم أخذ هذا الرقم، ما أخذه وهو عمره 23، لأن انشوفاتي شنو اللي بيستاهل عشان تعطونه ثمن؟ يعني هو صغير عمره 19 سنة، شنو اللي تعطونه يا ليش تعطون هذا الرقم؟ انشوفاتي طول شوي يكبر ما تعطون لاعب صغير جدي. يعني برأيي كان الأفضل إنه يعطونا الكوتين أو يعطونا الجريزمان أو ديباي. جريزمان بعد ما طلع ليش ما عطيتوه؟ لو عطيتوه صدقوني ما راح يأخذ هذا القرار ويروح لأتلتيكو بكل سهولة، راح يكون في مفاوضات صعبة. جريزمان راح يقول أنا عندي رقم 10، إذا رحت هناك كوريا عنده رقم 10 كيف راح أخذه؟ رقم 7 ممكن فاضي، ولكن عنده جواو فيليكس هو أخذ رقم 7 رقم توني جريزمان. لأن شوفاتي عمره 18-17 سنة، ليش بيستحق هذا الرقم؟ ليش ما بتنطرونه يكبر يصير 20 فوق على الأقل بيشوف بيستحق ولا لا وتعطونه؟ لأن فاتي عليه حمل كبير جدا لما راح يلعب أول مباراة له، وعلى يعني على الأغلب هي راح تكون بطولاتها تاريخ 20 سبتمبر 2021. راح يلعب في هذا الشهر 20 سبتمبر ضد غرناطة بعد مباراة باين بست أيام تقريبا أسبوع. راح يلعب راح يكون عليه حمل كبير رقم 10 كلهم. أول ما ينزل فاتي أو يحطون مثلا هم قاعد يقولون التشكيلة الأساسية المعلق يقول أنسو فاتي كلهم راح يسبقون. ليش؟ لأنه رقم ميسي، ولكن هل يستحق هذا الرقم؟ أي لا يستحق. انظرون لما يكبر على الأقل كوتينيو حين كبير نعرف مستوى. نعطيه ديباي يا شباب هو المفضل، نعطيه ديباي جريزمان ليش ما قبل أعطيته؟ كان احتفظنا فيه يا شباب ما أعطينا له الغريب وسوينا نفس خطأ لويس فاريز، وصدقوني راح يصير نفس الخطأ جريزمان نفس إناس منظومة أتلتيكو مدريد هم اللي ربوه عشان تجي نشوف جريزمان عنده أدوار دفاعية. ليش؟ هذا متطلبات طلبها من سيميوني، لأن سيميوني أسلوبه دفاعي فطلب منه إنه يعرف كيف يدافع. وبكل صراحة جريزمان نجح بهذا الشيء وصار لاعب يعرف يدافع هجوميا، صار سيء دفاعيا صار ممتاز. بعد كل هذا والجدل اللي شفناه انشوفاتي خذ رقم 10، هل راح يعطي وراح يستحق هذا رقم 10؟ برايي راح يعطي اداء، ولكن رقم 10 لا 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 مو رقم 10. ولكن ما ادري من الوضع علينا هذا الشيء، بس في احد وضع علينا هذا الشيء ان من رقم 1 لرقم 25 كل الارقام هذول من 1 ل 25 لازم يكونوا موجودين بالفريق. وبنعرف 1 وشتيجل 2 وودست لازم من 1 ل 25، فمن 1 ل 25 في 10، ما نقدر ما نعطي احد 10. وبرايي كان افضل ان ما نعطي احد 10 بس ما نقدر، فاعطوا أنسو فاتي ما بشوفه يستحق كبير. لاعب لو يعطونا لاعب كبير على الاقل انه بيستاهل. ديباي برايي كان افضل، ديباي برايي كان افضل وراح يكبر بعينه بيتحمل الضغط الكبير من فيز ديباي. لان ديباي لان فاتي لاعب صغير كيف يتحمل هذا الضغط؟ صعب جدا يتحمل هذا الضغط اللاعب الصغير بالعمر الموهبه. نشوف اداء جيد تعطي على طول غريب جدا. هل كومان راضي بهذا الشيء؟ والله ما بعرف، يمكن حتى كومان ما يدري ان اعطوه هذا الرقم. كومان ما له دخل بالسالفه، احنا درب يعني اتوقع يمكن راح يعصب. ما بشوف كومان من نفسه عادي يعطي فاتي، لكن هل راح منه ميسي؟ ميسي هل هو فاتي؟ لا اكيد ميسي افضل. ريفالدو من افضل؟ ريفالدو ولا فاتي؟ ريفالدو ليش؟ لان ريفالدو كبير في شنو مستواه. نضرب فاتي شوي لما يكبر يصير يشوف فوق يشوف مستواه زين فيه بعدين اعطيه. ما تحطون الحين 18 19 17 سنه ترى بس يصير 20 فوق بس يعني نطروا شوية يا شباب، ما نطروا عطوا الرقم. رأيي بهذا الموضوع إن لو عطوا ديباي أفضل، ولكن حمل راح يكون على لاعب يعني لاعب صغير بالعمر تحطون عليه حمل الكبير وما يستاهل هذا الرقم غلط جدا. أما تعطون لاعب كبير ديباي بيتحمل الحمل اللي عليه والضغط والإعلام كذي إن عطوا رقم 10 لازم تقدم كذي بيتحملها ديباي، فاتي بيتحملها ما يتحملها.
ابي رايكم انتم تحت بالتعليقات، انتم سووني سلسله تحت بالتعليقات، اخذوا الخبر واعطوني تعليقكم على الخبر، خبر وتعليق، ابي تعليقكم على الخبر. وبس شباب، اتمنى عجبكم مقطع اليوم، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. ممكن الحلقه شوي تكون قصيره 6 دقائق 7 دقائق، ولكن قلنا لكم خبر وتعليق طولنا فيه، ترى كنا نقدر نخلص باول 4 5 دقائق. انا ما احب مقاطع تكون جدا طويله الا اذا كانت ما بقدر اقصها جدي، بس ان شاء الله اقدر اقصها واخليها ممتازه، يعني وقت 7 دقائق 6 دقائق ممتاز. شكرا لكم على المشاهده، استمتعت عليكم، مع السلامه.